الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا أعظم شيء يقوم به العبد في هذه الحياة الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال الإمام السعدي رحمه الله في التفسير: الفرار إلى الله تعالى يكون بأمور، وهي أربعة أمور: أن يفر من الجهل إلى العلم، وأن يفر من الشرك والكفر إلى التوحيد، وأن يفر من المعصية إلى الطاعة، وأن يفر من الغفلة إلى اليقظة. والليلة يا جماعة نحن أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا نعيش في ابتلاءات وفي فتن، وخاصة في هذه الأيام وفي هذه البلاد. والله جل وعلا قال في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الحسنات في هذه الآية النعم، والسيئات المصائب. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالعبد يبتلى من أجل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سورة السجدة قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. النصوص دي كلها جماعة تدل على أمر واحد، وهو أن البلاء والمصائب سبب ذلك المعاصي، وأن الخير يكون بالرجوع إلى الله تعالى. ولذلك ما نعيشه اليوم من ابتلاءات، من غلاء في المعيشة، ومن ضيق في الأنفس، ومن هموم وغموم، الكل يتكلم، لكن للأسف الشديد قل من يتكلم بالقرآن والسنة. ناس السياسة بيتكلموا من ناحية سياسية، وناس الاقتصاد بيتكلموا من ناحية اقتصادية، وناس السوق بيتكلموا، ناس التجارة بيتكلموا، الناس العمال بيتكلموا، الناس العملة بيتكلموا، أي زول بيتكلم، المع الحكومة بيتكلم، والمعارض بيتكلم. لكن السؤال: أيهم أعلم، الله أم خلقه؟ الأعلم بالعباد وبما يصلح العباد الله، ولا الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا اختصر لك الدرب إذا صح التعبير. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بيحصل شنو بعد؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال لما فيها مشاكل، وبنين فيها مشاكل، ويجعل لكم جنات بساتين، ويجعل لكم أنهارا. الشدة لما كله يجي الاقتصاد مشكلته بتزول ولا ما بتزول؟ بتزول. بعد قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. والمحكة يا جماعة مش إنه الزول يطيع الله في الرخاء، الرخاء ده ما هي زول بيطيع الله إلا من شاء الله، لكن المحك في الضيق تطبق الشريعة. والليلة للأسف الشديد
أكثر الناس لا يستطيع بقلبه أن يتقبل النصوص. مجرد ما يحس إنه في كلامك دار تجيب حكم معين شرعي، بعده بكشر وبيتضايق وبيبقى مهيأ للشر. عشان كده أهل النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قفل عقولهم في الدنيا. والليلة جربنا بأنفسنا وسمعنا غيرنا ممن يتكلم. ناس تديهم النصوص تقول لهم الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم، يكون هم بيعملوا في شيء تقول لهم الرسول قال كذا. يقول لك يا أخ أنت ما بتخجل تقول كلام زي ده في الوضع ده؟ تقول كلام زي ده؟ تقول له الرسول قال، يقول لك أنت ما بتخجل. وهو لا يستحي أن يصادم النصوص، لكن للأسف الشديد يصادمها على يعني بروغان. يعني ما بزول بيقول لك الرسول قال كذي لكن كلامه غلط، لأنه لو قال كذي أي زول بيكفره، لكن بحاول يرمي اللائمة على الذي ينقل النصوص. الليلة الناس بيمرقوا الشوارع جايطين مالكن، والله ما راضين بالحكومة. أيوة دايرين تعملوا شنو؟ دايرين نقلبها. أها بعد تقلبوها، البديل منو؟ والله مولانا نازل شر كويس، البديل منو؟ والله يا مولانا ما في حاجة اسمها فترة انتقالية وفي شنو وفي كذا وفي كذا، وفي النهاية نحن زهجنا. انت ما زهجت لكن انت مسلم، إلا تقلع ربقة الإسلام بعد ده يتخذ وسيلة تانية. الإسلام بيعرف حاجة اسمها واحد النصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة في صحيح مسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال قلنا لمن؟ ده تميم بن أوس الدار الصحابي في صحيح مسلم حديث. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين حكام المسلمين، النصح للحاكم. طيب ننصح وين يا مولانا؟ تناصح تمش له في نفسه تواجهه. بعد ده لو كتلك التراجل جد، لو عذبك التراجل، لكن تواجه هو مباشر وتاخذ بيده. وفي الخلا لا في الملا. الدليل عليه انه في الخلا شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السنه لابن ابي عاصم من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحه لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. لكن يا مولانا ما الناس بيسمعوا وما بطبقوا. ما الرسول وراك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة. قال الإمام النووي: الأثرة الاستئثار بحقوق الغير. يعني الحاكم قد يشيل حقك وما يديك له ويدي له غيرك من ناسه. سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هب تأمرنا بشنو؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ده حديث في صحيح مسلم. لا جل ليلة، لا جاء قبل 30 سنة مع حكومة معينة، ولا جاء بعد 20 سنة، ولا بعد 10 سنة. ده في صحيح مسلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عشان كذا يا جماعة في الصحيح أن أقواما جاءوا إلى أنس رضي الله عنه أتوا إليه قالوا يا أنس أما ترى ما يفعل الحجاج، حجاج بن يوسف هذا معروف، قال أيها الناس اصبروا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. كان أمرك بالمعصية قال لك مش سوي حفلة، أشرب خمرة، أقتل، أفعل، ما بجوز لك تطيع. لكن ما معنى إنك ما بجوز لك تطيع إنك تهيج الناس عليه؟ ليه يا جماعة العلماء أخذوا بالأحاديث دي؟ وليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأحاديث دي؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بقر الظلم؟ هل برضى الظلم؟ وهل برضى الجبن؟ ليه من كاتلنا الناس دي المنشيل حقنا؟ ليه؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وما دعا إلى ظلم أبدا ولم يقر ظلما أبدا. طيب ليه قال كذي؟ لأنه يا جماعة الشريعة بتنظر للمصالح والمفاسد وبتقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا وبتدفع المفسدة العظمى. إذا ما في طريقة إلا واحد من مفسدتين، الوقوع في واحد من مفسدتين، تدفع المفسدة العظمى بالوقوع في المفسدة الدنيا الأقل. زي الميتة حرام تأكلها، كونك تأكلها دي مفسدة، لكن في الصحراء وما في غيرها وخشيت على نفسك الهلاك، بعد ذلك الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعد ده بتقع في المفسدة الأقل دفعا للمفسدة شنو؟ العظمى. لأنه الليلة شال جزء من قروشك دي، شال جزء من قروشك وضغطك وضايقك، إن مركت عليه ما برجع لك قروشك، واحد، اثنين ما بيسكت، ثلاثة بحاربك، أربعة يحل الفساد ويضيع الأمن وينتشر الدهماء وتنتشر الفوضى ويضيع كل شيء. وأي زول الكلام ده ما مصدقه، الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، والله قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الناس ما بيعتبروا بغيرهم، بالدول غيرنا الخرجوا على حكامهم وحكامهم الذين خرجوا عليهم كانوا من أسوأ الناس، خرجوا عليهم هل نالوا خيرا أم زاد البلاء؟ ده ما سؤال. الشريعة دي بتعاين لدفع المفاسد وجلب المصالح، وده الموضوع يا جماعة، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وملخص الكلام فيه. الحكم الشرعي ده ما أخذوا به جماعة من ناحية سياسية ولا حزبية، كل الأئمة على الكلام. الإمام مالك رحمه الله نقل قول الإمام مالك ومذهب الإمام مالك، نقل المذهب بتاعه كله. ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد في الجزء الخامس وفي كتابه الاستذكار قال ما بجوز الخروج على ولاة الأمور أبدا. قال اثنين، الإمام أبو حنيفة مذهب المذهب الحنفي نقل مذهبه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وإن ظلموا.
ليه وإن جاروا وإن ظلموا؟ لأنه ده الآن أنت في مظلمة، لما تمرق بتجيب مظلمة أشد وأقوى. الإمام أحمد مذهب المذهب الحنبلي نقل ذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، قال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. الإمام الشافعي من أئمة الشافعية الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، ونقل ذلك في شرحه لصحيح مسلم في باب الإمارة في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم من حجاج. ديل الأئمة الأربعة ودي مذاهب وده دين الله سبحانه وتعالى. والراجل يا جماعة مش اللي بيحمي ماله بس، الراجل اللي بيحمي عرضه قبل ماله. تاسي لو عندك شنطة بتاعت قروش وعندك ثلاثة بنات جنبك من العرض وجو حرامية ومجارمة قلعوا القروش ويقفوا هناك وقال لك تعال لقروشك تعال اقلعها بالقوة، بتبقى على عرضك ولا على المال؟ أيهما أشد، ضياع العرض أم المال؟ العرض. انت الليلة فلان قلت شال من مالي من قروشي وأنا شغال في السوق، لكن الشغلة غلت، لكن قروشي شغالة تراه وفي البنوك وفي غيره والسوق شغال ما وقف، والصلاة شغالة والمساجد مفتوحة والناس بتمشي المستشفيات مفتوحة والأمور في ضيق، ما في شك في ضيق في المعيشة، لكننا لما نخرج ويضيع الأمن هل بليم كذي في المال؟ هل الغلب زول ولا بتجي فوضى أشد؟ الجواب بتجي فوضى أشد. ولذلك أنا أختم وأكرر مرة أخرى وأقول الواجب على المسلم أن يطبق دين الله في الرخاء وفي الشدة. شرع الله ذا جماعة تطبقوا، وكلمتنا دي نحن بنقولها ما لحاكم بعيني فلان الليل، لو بكرة قلبوها وجاء حاكم تاني مسلم بيقول نفس الحكم الشرعي ما بجوز الخروج عليه، وبعد بكرة لو جاء واحد تاني بنقول نفس الحكم، ولو جاء زول ضد ناسنا نحن جاء مسكة وبقى يعذبنا نحن بنقول نفس الحكم الشرعي، ما شغل سياسة زي بعض السياسيين. واحد في مصر قال للناس ده الربيع العربي والناس اللي بيموتوا فيه وإلى آخره والجهاد ودي شهادة وكذا، وأي زول يموت في مظاهرات ولا في كذا ده ما شهيد في الشريعة. ولو دار تعرفه ما شهيد أقرأ صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على إمامه قيد شبر. والأحاديث ده يا جماعة في الحاكم الظالم، لأنه لو حاكم عادل بيمرق على شنو؟ هو لو عادل بيمرق ليه؟ قال لك من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية فميتة جاهلية. ده في صحيح مسلم، ما جا الليلة ولا أمس ولا تابع لحكومة بعينها ولا لفلان ولا علام من الناس. فهذا الحكم متقرر، ده قال للناس أمرق ده جهاد، بكرة قلبوا البلد في مصر جو ناسه جو مسكوا الدولة وبقوا على يعني بقوا حكام وكذا وقعدوا في الكرسي، أوالي دخل المكتب بتاعته وجمارك قال لهم في صحيح مسلم وهو حافظ الحديث قبليه، قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ما بجوز الخروج على الحاكم. قبيل قال لهم دي شهادة، لما الناس مسكوها قال لهم دي شنو؟ ما بجوز الخروج. بكرة ناس قلبون تاع الجيش قلب عليهم في النهاية قلب البلد مسكه، ناس نزلون هس شغال في شغلته القديمة تاني رجع للفتوى الأولى. وهؤلاء والجهاد والحور تناديك وكذا وكذا وكذا، هو قاعد وما لقينا ناس من ديل الذين يدعون إلى المظاهرات هم بيخرجوا فيها قليل. واحد قال للناس قال لهم مظاهرات وقال لهم التفجيرات حلال وكذا وكذا وحرف الأحاديث ودعا إلى الخروج، ومرق من السودان مرق في بريطانيا قاعد يتفرج من هناك
دعاء الله في الغنوات، دار البلد تنقلب ويجيه خاش مرق. وكل رؤوس الأحزاب الذين وجدناهم في الغالب لا يخرجونهم، وإنما يخرجون الناس كوقود ويخروا يا أتباعه، بعد تنقلب يجوا بالراحة نظيفين ولا مجروحين ولا مضروبين، يجوا يقعدهم في الكرسي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود، ودي رسالة لأي زول يقول لفظة يحرض الناس في فيسبوك في واتساب في منبر في غيره، نحن نرسل له الرسالة دي، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، وده حديث خطير جدا. مرة واحدة خرج أقوام في غزوة من الغزوات، في سنن أبي داود ذكروا الإمام الألباني رحمه الله في شريط له بعنوان خطورة الفتوى، خرجوا في غزوة فحذفت دابة رجلا في رأسه فشجت رأسه، الدابة عفصت الحصحاص والحصحاص طار له في رأسه وشج له الرأس، بقى الدم سائل. فنام من الليل فاستيقظ وهو جنب احتلم، وهم في الخلا ماشيين للغزوة، فقال ماذا تقولون وما حكم الله فيا، يعني أنا أغتسل ولا أسوي شنو؟ بدل يفتو إنه يتيمم لأنه يدعوق ولأنه الموية بتازا وهو في هواء وبرد وكذا ومجروح، قالوا لا نعلم إلا أن تغتسل. أفتوا بشنو؟ بالجهل، بس فتوى واحدة بالجهل. قالوا لا نعلم إلا أن تغتسل، قال الراوي فاغتسل فمات، مات. فلما رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. الناس ذيل قتلوه شالوا سكين طعنوه ولا قتلوه بشنو؟ بفتوى. قتلوا رجلا واحدا بالجهل بفتوى، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يقتل فئاما من الناس بفتوى يصادم فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر ده أمر عظيم والله الذي لا إله غيره. وأنا أختم بحديث أيضا في سنن أبي داود، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وهذا يبين الواجب في حال الفتن. الآن في فتن في البلد، الواجب عليك أنت تسوي شنو؟ عن أبي كبشة رحمه الله قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، وده الحديث. قال لك مش في فتن، أي القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. أرجع على الحديث ده في سنن أبي داود، كونوا أحلاس بيوتكم. جاءت الفتن ما تمرق مع الناس، لازم بيتك واحفظ أولادك، الله يحفظهم ويحفظك. بعد ذاك لو هجم عليك من هجم بالاعتداء، بعد ده موت معاه في بيتك، ده من مات دون عرضه فهو شهيد. لكن إذا جاءت الفتن قال كونوا أحلاس بيوتكم، ودي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الناس أن يطبقوا شرع الله. جزاكم الله خيرا على حسن. تفضل. يخرج عليه ولا ما يخرج عليه؟ طيب أجلس استمع. طيب بالنسبة للمسألة الأولى يا جماعة، نحن ما ذكرنا نصوص فقط، والاعتراض ده نحن نتلقاه بصدر رحب، لأنه في النهاية نجاوب يعني بكل صدر رحب. نحن ما ذكرنا مجرد نصوص، بل شرحنا شنو النصوص دي، بدليل أنه لما ذكرنا لفظة أثر جبنا فيها شرح الإمام النووي رحمه الله، صح ولا ما صح؟ وبينا المقصود
بالحديث. دي بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية ما زالت قالت خرجت على بشار وكذا. نحن ما خرجنا على بشار، ونحن سودانيين معاكم. زول اللي شاف لوني قال لي سوري ولا شو. نحن سودانيين معاكم، والسوريين ذاته السوريين ذاته نسأل الله يفرج عنهم ويعني يصلح شؤون وكذا وكذا إلى آخره. نسأل الله يفرج عنهم ويامنهم في أعراض وفي أنفس وفي أموال. وحتى السوريين الآن، أنا أديك مثال واحد، والمثال ده حدث في مسجد الإمام مالك في جامسكا. واحد من السوريين قام، وأي زول عنده علاقة بالمسجد ده اللي يسأل من القصة اللي أنا ذكرتها دي. قام واحد من السوريين والكلام الذكره ده بدعم كلامنا ده، قال يا سودانيين سلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قالون أشكر الله سبحانه وتعالى. الناس استغربوا من كلامه. قال لهم احنا مرقنا اثنين سوريين من بلدنا، واحد قال لهم معاي باع بيته لما حصلت المظاهرات والفيديو والاشياء وكذا. قال واحد باع بيته ومرق وعنده بنتين وزوجته، قال شال قروش البيت الباع ومرق. قال مر بثلاثة تفتيشات وفيها مليشيات وكذا وكذا في الأطراف. قال التفتيش الأول شالوا منه ربع القروش. قال مشى التفتيش الثاني شالوا ربع القروش في ظل نص. قال لهم التفتيش الثالث قالوا لنا احنا ما دارين قروش، عاجباتنا للبتين ديل شابات فتيات في يعني سن المراهقة. قال لهم شيلوا نص القروش الفاضلة دي، أنا عرضي ده مركت به من البلد ديك وجاي خاش بلد تاني. قالوا لي لا نحن ما دارين قروش، قاعدين هنا برانا وكذا وعاجباتنا البتين دي. قال بقى بجابدون، والكلام ده هو الذي رفع السماء بحاكي سوري نفسه. نسأل الله يفرج عنهم، وناس نسأل الله يرحمنا وإياهم. وكلام والله نحن في الحرم لما بنسمع الأئمة بيدعوا لهم بنبكي لأنه قلوبنا معاون. قال بعد كثر الكلام عليه زوجته قالت له يا فلان انت سوق البتين باللفظة دي كده، دي الأبكار باللفظة دي وصغار، أمش أنا بقعد معاون يسووا في ندارين سووا. وقال بقى يجابدون يجابدون، في النهاية بقى بموازنة ومعادلة، شال البتين قال ومشى. وقال لي قصة وأنا حاضرة، ده الرجل ذكر الكلام ده في مسجد جامسك مسجد الإمام مالك، وأي زول عنده علاقة به ويسأل. فأصلاً دي أشياء في النهاية حكمت على الشريعة. بعدين النقطة قبل ما أجي للنقطة الثالثة والأخيرة، أرجع للنقطة الأولى. يا جماعة الزول إذا ذكروا له نص قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ونص واضح في لب الموضوع، نص واضح، ليه ما يقبل النص وبس هو أشيل في نفسه في نفسه حتى هو ما قادر يسمع الرد الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة في صحيح مسلم كذا الحديث ده دار شرح، قال لي حذيفة رضي الله عنه اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الحديث دار شرح يا جماعة. والزول إذا ادوه نص ليه ما يقبل النص؟ ليه تصنف انتو ونحن؟ نحن ما جينا طلعنا المنابر عشان يقولوا انتو ونحن، احنا جينا نخاطب مسلمين ونذكرهم بأحاديث الرسول اللي هم بيحبوه صلى الله عليه وسلم. بعدين يا أخي الصحابة أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وحصل الاختلاف في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ناس قالوا مات، منهم في صحيح البخاري أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، عقيدت إنه الرسول مات صلى الله عليه وسلم. في صحابة بيجاء قالوا لا ما مات، وإنما واعده ربه كما واعد موسى عليه السلام ثم يرجع. وديل منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسل سيفه، من قال إن محمدا قد مات
ضربت عنقه بسيفي هذا إلى آخر ما ذكر. قصة معروفة. القصة ده يا جماعة الناس اتفقوا ولا مختلفين في البداية؟ مختلفين. والسيف اترفع، الرجع السيف ده سياسة ولا قلع حاكم وجابوه ولا رجع السيف آية؟ آية بس. أبو بكر الصديق جاء رضي الله عنه، كان برا المدينة عنده زوجة تانية مشى ليها الصباح، خلى الرسول مريض، وجاء الضحى لقى النبي عليه الصلاة والسلام مات فارق الدنيا. قال لهم قال يا هذا ضع السيف. عمر رضي الله عنه ما وضع السيف، غضبان أو هو على حاله. طوالي أقبل على الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قد مات دي الوقت داك بترضي عمر ولا بتزعله؟ بتزعله. الكلام الحق ده بنقوله ولو صنفونا، وبكرة لو دخلونا جوا السجن نقوله، ونحن مو مع الحكومة ولا مع المؤتمر الوطني ولا في أي جماعة ولا أي حزب، ده دين الله سبحانه وتعالى. نقوله للناس في الفتن في غير البردون، لأن الداعي الصادق ما اللي بيشوف ما يطلبه المستمعون، دايرين هيجا نهيجنا رح ووك وكذي، ده زول شجاع راجل ويمشي. شوف اللي بيردي الله سبحانه وتعالى. فطوالي قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لسه السيف ما نزل. قال لهم قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جاب آية قبل ما كلام. أفإن مات سمع عمر أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، في صحيح البخاري وفي صفة الصفوة لابن الجوزي. قال فسقط السيف من يد عمر. السيف ده نزله شنو؟ نص واحد. التاسع يجيب لك حديث عبادة، حديث حذيفة، حديث عوف بن مالك الأشجعي، حديث كذا حديث كذا في صحيح مسلم، كتاب يديك الصفحة أو الكتاب المرجع وأقوال الأئمة الأربعة وتاريخ، وده كله تقول لا انتوا وحقايا واحد. الخلاف ده كله اتحسم. طوالي خدت السيف وعيف انه الرسول مات صلى الله عليه وسلم، وقال كأنها انزلت اليوم، كأنها نزلت الليلة. وده الصادق. عمر جبان ولا شجاع؟ شجاع. انزل سيفه شنو؟ نص. كأنها أنزلت الآن، لأن الأحاديث والآيات بتعالج المشاكل كأنها نزلت الليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. أنت المفروض تقول كأنها أنزلت الآن. طوالي خدت السيف انتهى الموضوع. ده الصادق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المسألة الثالثة من هو الحاكم؟ الحاكم ده باختصار شديد اللي بتخرج عليه اللي بيطيعه الحاكم المسلم الذي استتب له الأمر، بايعوه استتب له الأمر. دي واحد بتخرج عليه. متين خمسة شروط، أربعة في حديث واحد والخامس في آية. اتوفرت الخمسة شروط، تعال نحن بعد الجمعة لو ما خرجنا معاك مش تشتمنا، بعد ده سوي فينا الدار تسوي، والله تلقانا قدام. ونحن لما نخرج ما بنحرق ليستيك، ما في حكومة بيقلبوها بليستيك، ترابيزة دي ما بتقلبها ليستيك بتاع شنو، تمشي كذي للنهاية لما تموت قدام، ولا تجي بحاجة لكن تمشي وتمرق وكذي وبسطونتين تجي راجع، ولا ليستيك تحرقه وده خلاص قلبت البلد. كلام خمسة شروط دي متى ما توفرت تعال بعد ده تاني لو زول كذا ما عليش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، دي فيها أربع شروط، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا
وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، تتأكد يعني يا شفت بعينك يا سمعت من جهة موثوقة، ما كلام بتاع إشاعات، إلا أن تروا كفرا، مش معصية ولا فسق، لأنه لو معصية ولا فسق ما أشد من الحجاج بن يوسف، ده قتل صحابي عديل، قتل عبد الله بن الزبير وقطع راسه وعلقه في أبواب مكة، صحابي جليل أول زول ولد في المدينة من الصحابة، وقتل سعيد بن جبير من أكبر أئمة التابعين أبو صحابي جبير بن مطعم، وهدم الكعبة رماه بالمنجنيق الحجاج بن يوسف وكسره تاني بنا ناقصة زي وضعه الآن، مع أنه عبد الله بن الزبير بنا البنيان الصحيح الذي في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري. المهم قال إلا أن تروا كفرا، ده نمرة اثنين. ثلاثة بواحا، كفر ما خفي مدسوس، يمكن كفر يمكن ما كفر، بواحا واضح، كفر واضح، كأن يمنع الصلاة، حاكم قال صلاة ما في الشريعة، ده بعد ده كافر عينا كذي، حاكم كافر. كفرا بواحا، أربعة عندكم فيه من الله برهان، فيه دليل كفر دليل وكذا، اتوفرت الأربعة شروط دي، بقى الحاكم كافر، ما خلاص بقى كافر ودي المسلمين. بعد ده بيجي الشرط الخامس الذي في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بعد ده تعد العدة وتخرج على الحاكم، تجيب حاكم جديد، وبعد ذاك الأمور بتمشي. أبي سأل سؤالين، الأول عن الأوزاعي هل خرج على الحاكم، والثاني هل الشرك سبب في الغلاء، يعني بعض الدعاة بيقول الشرك من أسباب الغلاء إلى آخره. طيب بالنسبة للأول، الأوزاعي ده جماعة إمام من أئمة المسلمين، وده في زمن الإمام مالك، وده زي ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أئمة الدنيا في عهد أتباع التابعين، تابعي التابعين أربعة، قال في الدنيا كله أعلم ناس كانوا أربعة، قال الإمام مالك في الحجاز، والليث بن سعد في مصر، والأوزاعي وسفيان ديل في الشام وفي العراق، الأربعة ديل منهم الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي. الأوزاعي ما خرج على الحاكم، الأوزاعي لما جاء السفاح عبد الله السفاح، وجاء من أئمة العباسيين من حكام العباسيين، جاء قتل الأمويين وشال أموال، بل قال بعض أهل التاريخ نبش بعض القبور من شدة انتقامه من الأمويين، فجو قالوا له، قال لهم من يرد علي قولي، هو سفاح زول بتاع قتل، قال لهم منو اللي بيقدر يرد علي كلامي ولا يغلطني، قال له لا نعلم إلا أبا عمرو الأوزاعي، بس أبو عمرو الأوزاعي ده بيقول لك الصح صح في وشك. فجو قالوا له يا أبا عمرو إن السفاح قال كذا وقيل له كذا وهو الآن يأمر بك، قال تجيو، قالوا فذهب إلى بيته واغتسل ولبس تحت ثوبه ثوبا أبيض يعني زي كفن يعني، بس إلا رجله مفكوكات، ثم أتى إليه فسلم فرد السفاح السلام، أوش سلم ولا انحنى له ولا انكسر لي ولكن السلام عليكم ورحمة الله، رد السلام، قال أنت الأوزاعي، لأنه كان كبير في السن حتى انحنى ظهره، وجاء وهو وقور وعليه سكينة حسبه الله حسيبه، فقال له أنت الأوزاعي، قال يقولون الأوزاعي وأنا الأوزاعي، أنا ذاته، قال لي الأوزاعي، قال ما تقول في الدماء التي سفكنا، أنا قال لك قتلت لي ناس، أنت رأيك فيها شنو الدماء اللي قتلت هذه. بعد الأوزاعي بقى قدام الحاكم، ودي فيها أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند دي ظرفية، ده ظرف عديل قدامه في نفس المكان، مو شوف المنبر وده في بلد تاني، عند قدامه ده قول له الحق،
قال ما تقول في الدماء التي سفكنا؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، جاب له السند للرسول عليه الصلاة والسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهؤلاء ما زنوا، كالتلت ونديل ما زنوا، والنفس بالنفس، وما قتلوا حتى تقتلهم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله. يعني تكتلت وانظلم. قال فتلمظ تلمظ الأفعى الحية وغضب، وأقبل عليه بسيفه. قال فرأيت وزراءه يلمون ثيابهم خشية أن يطير دمي في ثيابي. قال لما يتضاير الناس بالجايو وزراء. قال فمددت عنقي وأزلت عمامتي وقلت اضربها هنا. قال فقال ما تقول في المال الذي أخذنا؟ هل قروش الشلنا رايك فيها شنو؟ لما بقى قد جنبه في وشه. قال يميتك الله ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير فأعد للسؤال جوابا. الله بيسألك. قال فغضب ثم قال انصرف. هم متوقعين يقتلوا. قال لا انصرف. قال فلما انصرف خرج الناس معه. قالوا يا أوزاعي ماذا صنعت له؟ يعني الزول الليلة ما قتلك؟ ناس بيقول لا قل من الكلام ده بكتب. انت سويت لجنة كجرت ولا سويت لجنة؟ يعني في زمننا ده كجروا، فهم الناس يعني دي لك لب كجروا كجور ده بتاع دجالين. قال ماذا صنعت له؟ قال والله هذا الذي تخافون منه لما دخلت عليه رأيته كالذبابة. تخاف منه زي قال الناس تخاف من الله. قال قال فلما مات الأوزاعي جاء السفاح إلى قبره ووقف. قال والله ما خشيت أحدا مثل ما خشيت هذا الرجل، والله لما دخل علي كأني أرى الأسد. قال لما خش علي وتكلم معي كأنه أسد. قال الله خوفه منه. فده ما خرج عليه لأنه ده يخاطبه شنو في وشه. فإنت لو لميت في براءه في وشه قول له الحق، ده ما عندنا مشكلة، قول له الحق وانصحه وكذا وكذا إذا بين له وإلى آخره، ويكون بينك وبينه زي ما في الحديث القبيل. أما الشرك، الشرك يا جماعة سبب أي بلاء. الله قال كذا في القرآن سبحانه وتعالى، قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شفت الشرك ده هو سبب الغلا والمعاصي. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما في كلام أوضح منه، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك الإنسان إذا وحد الله فإن الله يفتح عليه من الخير. يا أخي إبراهيم عليه السلام بدعوة الله شوف البلد الدعاء عليها بقت كيف. ونحن بلدنا دي فيها زراعة، هسي تمرك برا الجامعة تزرع زرعة تقوم ونسافر هناك نغترب بواد غيري ذي زرع، هم مفروض يجوا يغتربوا هنا حل الزراعة، لكن احنا نسافر لهم وموية هناك مالحة وهنا موية طعم وهنا كذا وهنا كذا. لكن الفرق شو الفرق؟ لأنه هناك دعا عليه النبي عليه السلام إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الآية الأخرى اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره. هم بلدنا دي بلد هناك تفتش جت ما في قبة واحدة، هنا كل خطوتين تلقى بنية مرفوعة تقول لهم ليه يا جماعة بنوا على القبر؟ والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، حرام تبني فوق له ولا طوبة، ويجصص حرام تسوي له جص زي الأسمنتي، ويقعد عليه حرام تقعد فوق القبر. في بلدنا دي بطبقوا الأولى بس إلا من رحم الله، لو طلعت فوق القبر يقول لك حرام حرام، الأخيرة عفوا بطبقوا الثالثة، لكن الثانية بتلقاها في بلدنا الجصص زي الأسمنتي ده بتلقى قبور مليسة.
والبناء الأولى النهي فيها النهي تلقى الآن بناء، وفي البناء يجوا يتبركوا بالتراب وينادوا الميت كيف البلد تنصلح. وده بغضب الله، الشغل ده بغضب الله سبحانه وتعالى. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده الرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال. ده فيه لعن طرد من الرحمة، عشان كذا في المصائب وفي البلاوي يا نساوين ينادوا يا شيخ فلان ويا علان الحقنا، الرجال العربية دارة تنقلب يا فلان الحقنا يا فلان أفزعنا. ناس لو اعتمدت على الله صح والله كان كفانا وانتهى الموضوع. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه كافيه. فالموضوع طويل، نحن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.